طه معانا من مصر، ربنا يعين الناس. والله طه اتفضل. السلام عليكم. سهل. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا فندم. احمد بيه، احمد بيه صح حضرتك. الله يخليك يا رب. الاستاذة بسمة بتقول لك ما تتكسفش تروح تشتري ربع كيلو لحمة وربع كيلو رز وربطة جرجير، يعني ما تتكسفش من الحاجات دي يا اخي. والله الله يكون في الناس كلها سهل يا رب. في بس موضوعين عايز اقول لحضرتك فيهم. اتفضل. اولا من العار على جمهورية مصر العربية اللي هي تستورد اساتك الفلوس، ده واحد. اتنين، من المطرب مين اللي كان بيتبرع بفلوس؟ معلش مش واخد بالي. استاذ احمد سعد. استاذ احمد سعد. بقول بقى الممثلين بدل ما يدوا يتبرعوا لمصر، اي واحد ينزل اي بلد ارياف من اللي هيتبرعوا دولت يشوف الناس عليها ديون قد ايه للصيدليات. ايوه. والسوبر ماركتات. ايوه. تمام؟ يبقى كده ادى لمين؟ للمصريين. صحيح. ما اداش لمين؟ ما اداش للحكومه. صح، انا معاك. شكرا يا استاذ احمد. شكرا ليك، بشكرك جدا.